هذا وزدان محرك البحث العالمي جوجل اليوم بعلم مملكة البحرين مشاركة في احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية أحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم وكان محرك البحث جوجل قد شارك احتفالات المملكة في مناسبات سابقة من خلال تغيير صورة الصفحة الرئيسية لمحرّك البحث بشعارات ومعالم ثقافية وتاريخية ترتبط بثقافة وهويّة مملكة البحرين العريقة